بونجور، ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله اليوم باش نقراو على الكوندنساتور. الكوندنساتور هو ديفينيسيون اللي كونستيتوي دو دوز ارماتور كوندكتريس بلاسي فاس ا فاس عندهم شارج معناتها اون فالور ابسولو ايغال داكور، اما في السيني نتاعهم راهم اوبوزي. شنو معناتها؟ معناتها هذه بلوس كو وهذه هي موان كو. دونك هذا كله بوزيتيف لارماتور، هذه كلها نيجاتيف. و سيباري هذه هي الديستانس تتسمى او بهي، وهذو هما لي زارماتور او انكور نسميوهم بلاك كوندكتريس. اوكي، الغول نتاعو هو l'accumulation ou bien pour le stockage de l'énergie électrique. Par exemple, il y a un chargé ou déchargé à خاطر déjà électrique. Mais le condensateur d'ailleurs a deux فاز، الاولانيه عنده شارج والثانيه ديشارج. احسن اكزامبل بالنسبه للكوندنساتور باش نجمو نفهموه هي الباتري نتاع التليفون. تشارجيها تحطها في الكورون تاخذ الشارج نتاعها، هيك هي اكيمولاسيون نتاع الشارج، ومن بعد تنحيها ديك هي تعبيت تنحيه وباش يعمل لك الديشارج. انت تستهلك هو يفرغ انت. اوكي، هاي هيك هو الكوندنساتور. دونك كيما قلنا ساعة الغول دو كوندنساتور هو يا اما اكيميلاسيون او بيان ستوكاج نتاع لينيرجي الكتريك. شنو معناتها هذا؟ يعني هو باش يخزن لنا الطاقة ومن بعد بس باش يخرجها. يعني عنده لهنا باش نحكيو على مرة يعمل الشارج ومرة باش يعمل ديشارج. يعني هنا باش ناخذو اكزامبل كيما باتري التليفون، تشارجيها وبعد باش تنحي لها هذيك البارتي الاولى اللي حكينا عليها اللي هي الفاز نتاع الشارج، وبعد انت باش تقعد تخدم بالتليفون هكيك نهار طول ولا تو ديبون قد ايه تشدك الباتري، هذيك هو يتسمى ديشارج. اوكي، يعني احنا من هنا فصاعدا في لي سيركوي تو باش نحكيو ديما مادام عندنا كوندنساتور باش نحكيو ديما عندنا فاز الاولى شارج والفاز الثانيه هي ديشارج. باش نشوفوها توا في الريبريزونطاسيون تاع باش نشوفوها توا في السيركوي نتاع الار سي كيفاش. احنا كيما قلنا السيركوي ار سي هو كيما هكا، دونك عندنا الجينيراتور وعندنا الريزيستانس وعندنا الكوندنساتور. هوني قلنا راهو عندنا لي بوزيسيون هذوما يمثلوا الفاز الاولى اللي هي الشارج والفاز الثانيه اللي هي الديشارج. دونك كيف نقولوا توا في البوزيسيون الاولى اللي هي هكا، دونك لهناش باش يصير لو كوندنساتور باش يتشارج. دونك لهنا هو باش يتشارج في السيركوي هذايا. في السيركوي الثاني وقت اللي تبدا لهنا كيف نحكيوا هنا باش يصير له ديشارج. عليه؟ على خاطر ما فماش جينيراتور والكوندنساتور الطاقه اللي خزنها ساعه من الجينيراتور هو يتشارج تو باش يخرجها. دونك كيف نحكيوا على الكوندنساتور باش نحكيوا راهو عنده كاباسيتي اللي هي تتسمى سي، وهي ايغال ا ايبسيلون فوا اس سور او. دونك الكوندنساتور عنده كاباسيتي اللي هي تتسمى سي كي ايغال ا ايبسيلون اس سور او. هوني باش نجيو نعرفوا شنو معناتها ايبسيلون وشنو معناتها اس وشنو هي الاو. بالنسبه للايبسيلون هي البيرميتيفيتي دي الكتريك اللي هي اليونيتي نتاعها سي فاراد متر موانز 1. بالنسبه للاس هي السيرفاس دي زارماتور اللي هي متر او كاري، ولا هنا يقول لك هو راهو الفورم نتاع الزارماتور نتاعك شنو هي، اسكو سيركولير اسكو ريكتانغولير. دونك كان سيركولير لازم انت تعرف انه السيرفاس نتاع السيركل هي بي ار كاري، وكان عندنا ريكتانغل باغ اكزامبل راهي هي لارجور فوا لا لونغور. بالنسبه للاو هي ليبيسور دو دي الكتريك يلي هي اليونيتي نتاعو سي اون متر. لهنا ينجم يعطيك الكورب نتاع الشارج اون فونكسيون دو طون. الشارج دونك سي اون كولومب، طون هي اون سكوند. هوني الكورب هذه هي كورب لينيير. شنو معناتها لينيير؟ معناتها تخرج من لوريجين داكور. لهنا معناتها ليكواسيون نتاعها سي
y كي تيكال ا اكس اللي هي لهنا هذه اون جينيرال ولهنا هي في الكام تاعنا تولي لنا هي كيو الفا تي اوكي باه لهنا هو واش مش يقول لك كاكيستيون يقول لك الالفا هي طلع دونك لهنا كيفاه باش نجم نطلعوا الالفا باه احنا نعرفوا انه الاي هي ديريفي دي كيو سور دي تي دونك لهنا ليكواسيون هذه تمثل لنا انه احنا قاعدين نحكيو على حاجه اليمونتير الحاجه اليمونتير هذه جايه من حاجه اكبر منها الغران تي ايتيغال ا كيو سور تي باهي باه لهنا باش نجمو نعرفو نخرجو انه الغران كيو هي اي فوا تي ومن هنا نعملو بار ايدنتيفيكاسيون نجمو نعرفو انه الاي هي الالفا الالفا احنا تو كيفاه باش نطلعوها من الكورب الالفا لهنا هي البونت الالفا هي البونت بونت نتاع الكورب نتاعنا وكيفاه نجمو نطلعو البونت ناخذو بوان نهبطو ناخذو لابسيس وناخذو الكوردوني خاطر نعرفو البوان عندها اكس ام وعندها الجريك ام الاكس ام هنا والجريك ام لهنا والبونت هي y m sur x m d'accord وهكا نكونو كملنا تعرفنا على الكوندنساتور ان شاء الله على البروشين وين باش نبداو ليكواسيون ديفيرونسييل على البروشين سلام